وبلشت حلقة نكست، حلقة نهار الثلاثة. بيكون معنا ضيفة مميزة جدا، وأكيد بتشاركني بتقديم هيدي الحلقة الزميلة جورجيت. هاي جورجيت. هاي سيد. شعلوك الفنكي المخدوم كتير كتير حبيته. ثانك يو، ميرسي ميرسي. جت رقمي، وخصوصا أنه ضيفتنا اليوم لابسة بلاك، أنا قلت حبيت أكسر بين البلاك والوايت، لأنه ضيفتنا هي ليمتد إديشن، صراحة هي ليمتد إديشن، ولبستها اليوم على فئة كتايب وستيل. تمثيلها ما بيشبه حدا وما بتحب تكون مثل حدا، لأنه دايما بتحب تكون الأفضل، ودايما اللي بيقدم الافضل هو اللي بيكون النجم. دايما اختياراتها صعبه لانه شخص متعلم وشخص دايما بيشتغل على حاله. عم بحكي عن النجمه ميرنا مكرزل. اهلا وسهلا فيكي. هلو سيرج. هاي جورج. بونسوار ميرنا. روعه. انا كثير مبسوطه انه في قهوه لانه رح طب كنت نام. نحن ناطرتها نطلع اللايف. على كل حال ميرنا، صرنا نحن بعالم كل الناس نيجاتيف، كل الناس بدها تقعد تشكي همومها كل الوقت، ولا لازم نفتش على الناس اللي عندها ولا هم او ما في منهم؟ ما بعرف كيف بتصير التركيبه. انا فيني احكي عن حالي شخصيا، كل ما بنكت زياده عرف اني مدبرسه. قد ما بنكت قد ما تكون ديبرسيون قويه، قد ما بضحك قد ما بكون يعني صرت خلص بالارض. هلا بس عشان نعرف شو وضعك يعني. عم بضحك كثير. مبسوطه وسعيده. اول شيء بونسوار، اهلا وسهلا فيك عن جديد ميرنا. يعني قديش لايف، يعني قديش بنحبك على الشاشه، قديش لايف عن جد هيك عفويه، من اول ما وصلت عملتي لنا هيك فايبس حلوين بالاستوديو. بالبدايه خلينا نحكي شوي عن مشوارك الفني وبداياتك، وهلا كيف بتشوفي الفن بوقتنا الحالي بهيدا الزمن؟ شو الهدف بتقولي هلا حاليا هدف الفن، وقبل شو كان حسب خبرتك واكيد مسيرتك الفنيه؟ فرقت ولا بعدها نفس العقليه تبع الناس بتفكيرهم للفن؟ ما بعرف صراحة، مش قصة الهدف اللي فرق، الناس فرقت، العصر فرق، كل شيء فرق. يعني قبل كنا عصر التالنت، عصر الايموشن، كل شيء بيمس فيه للمشاهد بيعتبره حلو. هلا صرنا عصر الترند، عصر الفولورز، عصر البلوجز، كثير بيأثروا صاروا على الشباب والصبايا. سو هو العصر اللي تغير، الاوتلوك كله تبع السوسايتي تغيرت من وراء التكنولوجي. هلا البلوجرز والتيك توكرز وكل هيدا العالم، من بعد ما كنا نقول ملكات الجمال انه كانوا يطلوا عبر المسلسلات، هلا صرنا عم نشوف تيك توكرز، بلوجرز، الناس على السوشيال ميديا. هذا الشيء بيأذي ولا بينفع؟ وهل العفوية الزايدة بتأذي؟ لا، العفوية ما بتأذي، بس كل شيء بيزيد بيأذي. وهي شغلة انه ما فيك تعممها. يعني في اشياء على التيك توك كتير مهضومة، في اشياء على التيك توك يمكن تكون ثقافة، وفي اشياء ما لها طعمة وعم بتتعلق فيها العالم. وهون الخطورة انه العالم وخاصة الجيل الاصغر عم بيتعلقوا باشياء مثل حبال الهوى. للأسف. رح نكفي اكيد بحديثنا، بس قبل رح نبلش سوا ببيكتشر اوف ذا داي. اغلى شيء بحياتك مين وشو هو؟ ولادي. واو، الله يخلي لك اياهم. كل الاميات بتفكر بنفس الطريقه؟ مفروض اكيد، بس هذا الشيء مش واقعي ومش حقيقي للاسف. طيب عم نشوف سوا بيكتشر اوف ذا داي اليوم. صوره اليوم صوره كثير حلوه. انت مع الممثلين والنجوم يلي ما بيحبوا يظهروا وجوه اولادهم؟ ليك اتس ا بيرسونال تشويس. يعني انا ما بظهر وجوه اولادي، بس انا ما فيني اروح على افون بريمير الفيلم تبعي او على البريمير تبع الفيلم تبعي ما يكون عندي شابين، واحد على اليمين واحد على الشمال، مشانقليني وعاملين لي هال هيك هالباور. اكيد لا، انا كثير فخوره فيهم، وبحب انه هن كمان يكونوا فخورين فيي. اكيد هن فخورين فيك، يعني اسم الله يا خليلك ياهن ميرنا. مع الهجره اذا يوم من الايام قالوا لك انه نحن ما نترك ونفل، ايه بتقلي لهم؟ اكيد بروح معهم كمان، بطبخ لهم هونيك. قصدك يعني بليز فلو تروح معهم؟ لا، انه مثل ما هو هلا الوضع، ماني شايفه ما في بصيص امل فيوتشر للشاب اللبناني او للبنت اللبنانيه انه يقدروا يعملوا شيء من حالهم ويضلوا مستمرين. يعني أنا حسب خبرتي بلبنان، خبرتي بالمعيشة بلبنان، إنه كل 10 سنين عنا نكسة، قديه واحد قوي يقدر يبلش من الصفر؟ جدي بلش 7 مرات من الصفر، ما بدي أصير مثله أنا.
حل الواحد يوصل دغري على الهدف اللي بده اياه. لا انه بتبلش من الصفر كذا مره بحياتك، بس توصل لمطرح بتتعب يعني خلص. اكيد الواحد ما بيريد وقت بكون عنده اولاد انه يقطعوا باللي هو قطع فيه بدهم الافضل. كيف منهج التربيه عندك بالبيت؟ هل انت شخص قاسي ولا ولا فلكسبل مع اولادك؟ وقديش هلا صارت صعب التربيه بهيدا الزمن، لانه كنا عم نحكي عن التيك توك وعن اليوتيوب وهول الاخبار. ولا مره اكلوا كف منك؟ كف لا. بس غلط الواحد يضرب ابنه؟ لا مش غلط، اذا هالشيء ضروري ينعمل. يعني انا مني ضد التربيه القاسيه، ضد التعذيب، بس انه ما لا انا ضد التعذيب اكيد، بس انه اذا لا سمح الله ابني قل الاحترام تجاهي بشكل مش مقبول، ممكن ارفع ايدي عليه. عرفت؟ بس انا بطبيعتي قاسيه لانه شباب. بيقولوا هيدي التربيه مش اجنبيه، التربيه بيور عربيه اذا رفعتي ايدك على ابنك. مش مزبوط هذا الحكي، هيدي تربيه. ما فيك تقول اجنبيه، ما في شيء اسمه تربيه اجنبيه وتربيه عربيه، في شيء اسمه تربيه. اذا الاولاد مربيين منيح ما بيوصلوا لمطرح انه يقللوا من احترامك، وما بتوصل انت لمطرح ترفع ايدك عليهم. بس اذا انت او انا او مين ما كان يكون بيرفع ايده رايح جاي، بيصير سوري ضربه الكف للولد ما بتعود تعني له. صح صح، بتصير عاديه يعني. اكيد طبعا. طيب رح نروح سوا لفقره اخرى هالمره، واتساب. شي مره ما رديت على التليفون؟ اكيد دائما. لا اكيد، اذا مشغوله، اذا عم صور، اذا عم بعطي صف، ما برد. بتفضلي واتساب ولا بتفضلي كول عادي ولا بتفضلي تكستينج؟ شو الافضل لك؟ ما عندي مشكله بالواتساب كول، وما عندي مشكله بالكول العادي. بحس التكستينج مش دائما بينفهم صح. في ناس بتفهمه غلط. يعني مثلا اذا انت بعثت لي تكست بدك تحكيني وقلت لك بيزي، ممكن تفكر انه انا مثلا مش ليك شطك، بكون انا عن جد بيزي يعني، بس انه ما بين ليش اللحن اللحن ايه بس تقريا انت بيزي، ما بتقريا مثلا بيزي حبيبي. بينما اذا ببعث لك بس انه ساج انا ايم بيزي بحكيك بعدين، بتعرف من لهجتي انه انا مش انه عم اردفك. هلا فهمنا. خلينا نروح سوا لكم. في عنا هلا اشخاص وصل لك نوتيفيكيشنز منهم انه urgent ترد علينا كلهم. اوكي، باي برايورتي، مين بتنقي بالاول على مين بترد؟ بدك تقولي لنا مين اول شيء لاخر شيء. منى طايع، نجيب مئاتي، دكتور هراتش، يور بيستي، السكول، والانترنت بالبيت الفاتوره يعني. اوكي كلهم بعثين لك urgent ترد عليهم. بدنا نقول منى طايع يمكن يكون في سيناريو جديد عبالها انه انك تطلي فيه. نجيب مقاطي محافظ الالقاب، ممكن يكون بده يسلمك حقيبه وزاريه. بس ليه حطيته دكتور هراتش وبستي؟ ما فهمت شو الفرق. نو دكتور هراتش لانه من ورا شغلكم بلجنه يعني الزمن الجميل. ويور بستي لانه في اكيد في بستي غير دكتور هراتش. في بستيات دكتور هراتش. فيكم بستي ثانيه يعني انه شو حدا. اوكي بس انه اوكي سو عم نحكي سكول. اول شيء مين البستي اللي حتنقيه؟ فيكم مش معروف. عماد فغالي. عماد الف تحيه للممثل عماد فغالي، بحبه كثير. طيب عمين بتردي لك اول شيء؟ سو اول شيء سكول، المدرسه، لانه بتعرف وقت سكول بدقوا لك وبيحولوك على الانفيرميري وبتقول لك الانفيرميير بونجور مدام ما في شيء جراف. اول ما تقول جراف يعني سكول، او بدهم يزيدوا القصوطات للسنه الجاي. وهلا هيدي انا عندي شقين سكول، عندي شق ما برد عليه. الشق الفاينانشال ما برد عليه. لا ما انا بعلم بالمدرسه كمان، بعطي مسرح. سو سكول، بس عم بحكي سكول كاولاد. طبعا. اوكي، وعندي بستي ودكتور هراتش اثنيناتهم بستي. سو بستي ودكتور هراتش على ذات المرتبه. صحيح. بيرجع منى طايع. منى طايع اخرتيها كثير. بس ما فيني، انا عندي برايورتيز بحياتي، مضطريه. عرفت شو؟ في اشياء بالنسبه لي اهم من الشغل. عرفت شو تركها للاخر؟ طيب بين نجيب مئاتي وانترنت هوم. واخر شيء نجيب مئاتي، لانه يعني ما بعرف ليش بده يدق لي. بركي بيسلمك حقيبه وزاريه يعني. اصلا اذا شفت اسمه رح اقول اكيد هيدي برانك. في غلط بالموضوع. في غلط بالموضوع. ما بتفكري بحقيبه وزاريه او شيء انت تستلمي مهامه بالدوله كسياسيه او يمكن السياسيه؟ بحقيبه.
بس حقيبة سفر سفر مش حقيبة وزارية بس هلا حقيبة مصاري حقيبة أكل حقيبة ما بعرف مجوهرات بس مش حقيبة وزارية بس اليوم كتار ناس عم بيحضروا ميرنا وبيتأثروا فيها وبيحبوها كتير بشكل كتير كبير وبيحبوا كل تمثيلك بيقولوا إنه إف عم تشجعنا نفيلم من لبنان بطريقة أو بأخرى لا أنا ما عم شجع حدا يفيلم من لبنان أنا عم بشجع كل العالم يعملوا اللي هن بيشوفوه مناسب لإلهم ولعائلتهم إذا لقين مناسب إنه يهاجروا يهاجروا أكيد. طيب منروح من هذه الفقرة فقرة سيريز أند موفيز أكيد رح نحكي بهذه الفقرة عن آخر موفي اللي هو على مفرق طريق الروز ليد تو روم بدنا نشوف هذا البوستر يلي فيه بتكون اختي دور سور جابي بهذا الموفي خبرينا شوي عن هيدا التجربة خصوصا أنه كمان وصلتوا كان عندكم بالسويد بمهرجان ترشح الموفي لجائزة خبرينا أكثر عن هيدا الدور وعن هيدا الخبرة مثل ما أنك شايفة راهبة أوكي كيف ممكن تكوني بغير حياة راهبة أو صار يعني مثلا ما بعرف يعني سمع صار ميرنا شو بتحس انت؟ انا كانوا اخذيني مشان هيك عم انا تلميذة رهبات اها اوكي وانا انا تلميذة رهبات انا تلميذة رهبات وعم ترهبي ايه انه ما بعرف ممكن كل شيء بالحياه ممكن بتقولي انت ببعض مقابلاتك انك انت ما بتمثلي الدين بتمثلي الدور اكيد شو تفسيرك لهذا الشيء اللي قلتي؟ اوكي وقت بقول انا ما بمثل دين انا وقت اكون عم مثل مش عم مثل لانه راهبه او مسيحيه او مسلمه او درزيه او وات ايفر لا انا بعمل كاركتر بغض النظر شو دينه هذا الكاركتر انا عم بجسد كاركتر بتمثل شيء مش مقتنعه فيه لا يعني مقتنعه بدورك كنت اكيد شو تعلمتي من هذا الدور صراحه مش قصه تعلمت بس لاحظت من ورا هيدا الدور انه العالم بيعملوا كليشيات على اشخاص معينه وبيصير هالكليشيه مثل صوره وبينسوا الشخص اللي وراه يعني ان كان سرجابي مثلا خلص راهبه شو دوريك راهبه طب شو 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 الباس تبعها شو بتحس شو بتحب تاكل شو الوانها المفضله ما حدا بيعرف بس كل اللي بيعرفوه انه راهبه بتصلي بوان عرفت سو انا لا انا وقت اللي جيت قلت بدي اخترع لها تكون تبين هيومن يكون عندها ذوق كاركتر كمان ذوق عندها ذوق يمكن بالاكل يمكن بنوع ورد معين بنوع لبس معين بغنيه معينه ما هيدا بالنهايه بشر صحيح صحيح هذا الحلو خلينا ننتقل من هيدا اكيد هاي الفقره من فقره اخرى وهالمره توب 5 هذا فقرة كتير مهضومة مش هيك يا جورجات؟ أنا بحبها من المفضلين خليني أشرب لأنه شرب القهوة لأنه هالمرة طاولة العشاء رح نفرجيكم بس الصورة أول شيء الصورة فيها مجدي مشموشة عماد فغالي بيتي توتل شادي حداد بيتر سمعان توني بارود مدلين مطر ألين لحود ريندا لقديح وريتا بارسونا خمس أشخاص من أصل عشرة ميرنا مكرزل رح تختار تيكونوا معها على العشاء بس بعد البريك جورجات وأنا رجعنا بعد البريك تحية لكل المشاهدين اللي بلشوا يتابعونا من هيدي اللحظات جورجات وأنا طبعاً متكفيين بحلقة نكست مع الممثل اللي منحبه كتير ميرنا مكرزل هاي ميرنا عن جديد هلو رح نرجع لفقرتنا بدنا نرجع نشوف مين من هول عشر أشخاص ممكن أنك تعزمي خمسة منهم رح نرجع نقول الأسامة سوا أكيد مجدي مشموشة عماد فغالي بيتي توتل شادي حداد بيتر سمعان ريتا بارسونا ريندا لقديح ألين لحود مادلين مطر وتوني بارود أوكي أنا تعرفوني غير خمسة غير قاعدة لحظة أنا أوكي. بتعرفوني أنا ما فيك تأسرني بهيك سؤال سو أنا بدي أشتغل على ذوقي مع ذوقك نحن ماشيين على ذوقك أول شيء أنا إنسانة كريمة وبحب أحسن العشرة لا 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 ما رح أحسن العشرة رح أحسن جروبات صغيرة لحتى يكون قادرين نقعد أكثر ونلحق أوه it's a good idea على فيقف نايس so اللي رح أعمله كل ثلاثة سوا ولا كل ثلاثة هلأ بشوف أنا بنوعه بعمل لك بوكي يعني قصدك أنه بتلاقي أنه في كاريزما بالقعدة إذا قعدوا مع بعض معك تمام
سو بركي مثلا بعمل قعدة ريتا وبيتر ومجدي كرمال بتتذكروا القصص القديمة اللي كنت صح انه المسلسلات وبنضحك وبنوجه بيا اوكي حلو وبعمل قعدة بعدك اصحاب مع ريتا برشلونة بيتر سمعان صار لي زمان ما عرفت شيء عن ريتا بيتر ايه بعدني اصحاب معه اكيد ومجدي بنلتقى بالمسلسلات كثير اوكي هلا بعد يومين ثلاثة عرفت كيف؟ من بعد ما كنا قعدنا وحكينا بس تهضموا الاكلتون اكيد بما انه عملنا فيلم سوا بعزم شادي وبتي وبضيف عليهم هيك تنوع شوي الين لانه الين كانت كمان معنا بالجامعة انا وبتي سو هيك بتكون قاعدة بين الجامعة والفيلم فينا نقعد نلقلي نحكي عن ايام الجامعة وبنحكي عن اشياء اللي بالفيلم ضحكتنا بتعرفي شغلة اقوى شغلة انه الشخص يكون عنده هالقد ذكاء سريع ومقنع هيك ساعتها بتخرسل بوجهك بطريقة لا ما انا ما قصدي هيك بس انا بس عم شاري عرفت كيف اوكي هلا في شغلة باقي ثلاث اشخاص اوكي ما حاعزمهم سوا لانه فرضية. مش لذة سو انا عندي قعدات تات اتات عرفت كيف؟ تات اتات في حدا بده برشة يعني انه ضروري يكون في حديث قاسي معه لا 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 أوكي. بس هلا بفسر لك كيف مثلا انا وطوني فينا نقعد تات اتات ونحكي قصص بتضحك وهيك ونتذكر قصص ومسلسلات وهيدا وخبره عن اولاده ويخبرني عن اولاده سو فاين مادلين بقعد انا وياها تات اتات لنحكي لاثنيناتنا عنا زيت ستايلست اها سو الي فارس بيلبسنا بيعملنا ميك اب بيعملنا شعراتنا وهلا اكلت منه عيطه انه كيف جايب الجينز والتيشيرت بالعكس فيري اوكي قلت له انه لا قال لي سيرج كاجوال قال لي كاجوال بس مش لهالدرجه كاجوال بالعكس تماما بدي اوجه له التحيه سو انا ومادلين كمان عنا قصص نحكيها من هالنوع ويمكن بنقول له لالي يجي يقعد معنا شفت بلشت زد لك على الطاوله مش بيدي فقرة جديدة مشاهدين عم طلعت من الليلة على برنامج نكست بيبقى في عماد كمان وانا عم قعدة تات اتات انا وعماد لانه هنيك بيصير كل هو يخبرني شو كل القعدات رح تحكوا بالقعدة ولا بخبره عن القعدات وبخبرني هو عن قعداته سو بنعمل مثل جمعة حلوة جمعة حلوة طيب يلا من هيدي الفقرة بتحبي هيك الحكي انه مثلا وقت تقعدي بجلسه بتلاقي ناس بيحكوا عن الجلسه اللي كانوا مع الاشخاص اللي كانوا موجودين قبل هيدي الظاهره اللي كثير بمجتمعنا اكيد نحن بنعرف انه منتشره شو بتعلق على هيدا الموضوع هل كل حدا عنده هيدا الكوتي بس عنده الجروب تبعه بيحكي فيه وانت شو رايك بالموضوع قبل ما تجيبي انا كل قاعده بقعد فيها بنطر كون اخر واحد ليه تم يحكوا علينا لا خليني اقول لك شغله هيك قعدات بدها تكون عن جد بين ناس كثير اصحاب وكثير فاهمين على بعضهم وما تكون ما يكون هدفها الاذيه يعني فينا نحكي ونضحك مثلا اوقات نحكي ونضحك على شيء انا عاملته مش انه على شيء حدا مش موجود عامله بس ما بيكون قصدنا الاذيه عرفتي شو بس قعدات الاذيه اكيد يعني مش نميمه اكثر تسليه مش نميمه لا إيه. لا تمام من هذه الفقره بنروح سوا لفقره خط احمر عم بتخوف رح نشوف رأيك فيها فقرة خط أحمر رح نشوف اليوم صورة لياسمين عز أو بالأحرى مش صورة لياسمين عز من جريدة اللواء معلقين عن موضوع حكت عنه الإعلامية ياسمين عز على قناة أم بي سي مصر وقالت بالتحديد هي عندها بروجرام كلام الناس وكتير مش هي ضد المرأة بطريقة خاصة انه مثل كأنه مناهضة للرجل هيدا البروجرام يعني شوي قلب المعايير وتعرضت لكتير نقد من الصحفيين لا حد ما عملت فيديو هيدا جديد كتير ريسنت يعني حكيت عن المرأة اللبنانية وقالت انه لازم نحن اذا المرأة الحلوة لازم تقله لجوزة يا فينيقي مثل ما بمصر المرأة المصرية بتقله يا فرعوني يعني انا بدعيت له لجوزة يا فينيقي هالقد بدي غنجو وطلبت منا انه الاكلات اللي بنعملهم التبوله والمنقوشه نلغي التيل مربوطه باخر الكلمه واكيد صار في عليها هجوم وسخريه كثير كبيره من ناس لبنانيين ومن الممثلين عملوا فيديوز عن الموضوع، شو تعليقك على هذا الموضوع؟ يعني مستعده تبلشي تقولي بدل تبوله تبول او مثلا بدل كب كب لا الفتوش هو ده منقوشه 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 هلا انا عاده بتبع الشعار يلي بيقول ليف اند ليت ليف سو انا هي حره هي حره تفكر مثل ما بدها بس انا حره كمان اتصرف مثل ما بدي وفكر مثل ما بدي هلا يمكن هي عم بتزيدها شوي ما بعرف
بلا بتزيدها شوي. بلا يعني لانه الافكار انه ما في يعني انه بدنا نلغي الحرف من الكلمه، قال لانه كل شيء بيربط بالعلاقه، يعني التيل مربوطه لازم نلغيها لانه هي بتربط بالعلاقه. يعني ما في شيء تناسق بالافكار ولا في تسلسل بالاشياء اللي عم تقولها، بقى كرمال هيك عم تتعرض لهجوم يعني، او يمكن هي عم تعمل هيك تتكون ترند على السوشيال ميديا وتجيب فيوز، ما فينا نعرف شو السبب الرئيسي يعني، بس انه هلا لانه وصلت مواصيلها اجت لعنا على لبنان. هلا ليك حسك قيمه تضربيها للمذيعه لا 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 بس انه بغض النظر هي شو هدفها، نحن بدنا نكون اذكياء. ما نحن اذا هدفها انه تعمل ترند، ما نحن وقت اللي عم نحكي عنها ونحط لها صورتها ونقول ليش عم تعملي هيك، ويمكن ما بعرف نجتمع او نعطي راينا، عم نعمل لها قيمه. سوري يعني انه ما بدكم اياها هالقد مش عاجبكم شو عم تحكوا، عتموا عليها ما تردوا عليها ولا نعطيها هيدي القيمه. ما بفهم يعني في شيء بيقولوا no publicity is good publicity. صح. ما تعملوا له publicity إن كانت منيحة أو منيحة، ما تعملوا له publicity. طيب من هذه الفقرة منروح سوا لأسئلة جدا سريعة بفقرة كاتش أب. رح نبلش بأسئلة جدا سريعة لإلك، بس دقيقة، الأسئلة سريعة مش الأجوبة. بدك وقت كثير. لا بس عم حطك بالجو. اوكي حاضر. طيب بس انا بعد عنا خمس فقرات. اوكي يلا رح نبلش. أول شيء بتاكلي أو بتشربي الصبح بس توعي، في عندك شيء روتين معين بالأكل؟ لا حسب الهلة، حسب أوقات مي أوقات نسكافيه أوقات باكل أوقات ما باكل. حسب الرجيم حسب الدايت؟ لا 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 حسب الهلة، وقد ايه واعية بكير وقد ايه واعية مأخرة وقد ايه مستعجلة وقد ايه في عندي شيء ستريسان، إنه حسب. بمصر عندنا نجم الكوميديا الزعيم أكيد عادل إمام، بسوريا دريد لحام، بلبنان مين برأيك بيستاهل هيدا اللقب؟ كلهم بدون استثناء. دبلوماسية؟ لا مش دبلوماسية، بس نضال في دايما نجم كوميدي كوميدي كبير. كلهم رح اقول لك لانه الحلو بلبنان انه ما في حدا مثل الثاني. ما فيك تقول انه كل الكوميديان بلبنان مثل بعضهم عم بيمثلوا، كل واحد عنده ستايل تبعه، كل واحد عنده المسلسل اللي عم بيعمله او الشانسونيير اللي عم بيعمله او المسرحيه او الموفي، سو كلهم حلو، كلهم منيح بالشيء اللي عم يعملوه. تحضريهم كلهم؟ قد ما فيي قد ما فيي. قبل كنت احضر اكثر. كم ساعه بتنامي بالنهار؟ بالنهار ولا ساعه. اوكي بالليل؟ بالليل يعني في ست ساعات يمكن. في اذا اقل من ست ساعات بصير في مشكل ولا بتلاقي انه عادي ست ساعات؟ هي الست ساعات ببقى قايمه مكسره، بعدين بنص النهار بحس حالي تعبانه بدي نام، برجع بأنبس بعدين وصبا وبعدين بتروح. الناس كافيه بيعمل شغله. بنتابع مين هي النجمه الاولى غنائيا برايك؟ وين؟ على الساحه العربيه. يعني بتلاقيها انه عن جد نجمه غنائيه نمبر 1. جوليا؟ جوليا بطرس. نايس. شو رقم حظك؟ سبعة. سبعة. ضيف إذا طلع معك بس لحظة، إذا لو قلت غير حرف يعني كنت ربحت غير رقم كنت ربحت شيء؟ لا بس سبعة. لا أنت شوف بعدين جاي الشيء بالآخر. لا بننتقل على غير سؤال. هدية مش معنوية بتحبيها كثير؟ مش معنوية؟ مادية غالية حلوة أو يمكن رخيصة. اعطيني بعض هنس. يعني مثلا سياره اجتك كادو. ما بعرف خاتم حلو محبس كذا. لانه اذا قلت لك معنويه رح تقولي لنا اولادك طبعا. بس ما لنا معنويه اولادي بس anyway. شو بعرفني ليره ذهب. ليره ذهب نايس حلوه. طيب منتابع. اذا بدك تولدي ببلد غير لبنان اي بلد بتختاري؟ بلد ما فيه لبنانيه. محقول انا اول لبنانيه. قصدك في شي بلد بالعالم ما في لبناني؟ ما في. لا جربت بالكورونا ما كان عندنا شيء نعمله، كل يوم كنا نعمل ريسيرش انا والاولاد هونيك وقت لنشوف اي بلد ما في لبنانيه. برامنا الدنيا ما كنا نلاقي ولا بلد ما في لبنان. هلا في نيوزيلند فيها جيالي لبنانيه مرتبه. طبعا. طيب منتابع. اجمل اسم دلع يطلق عليك بتحبيه؟ نينا. نينا من ميرنا. ميرنا نينا نايس. متابع. يعني كيف بتحضر حالك نفسيا لأي دور؟ قدي بتاخد معك وقت قبل التصوير؟ مباشرة قبل التصوير ولا قبل مباشرة؟ لا قبل التصوير. It's too late.
لانه في بمسلسلات والافلام العالميه دائما بيكون في حدا عم بيهيئ الممثل قبل ما يفوت على دوره. انا بالنسبه بلبنان يمكن او بالعالم العربي ما في ليل اللي بيعمله. مش هيك عم اقول لك تو ليت، مش هيك بدك تكون مجهز من قبل وعارف حالك شو جاي تعمل ومحضر، لانه نحن ما بنصور مشهد ورا بعضهم، بنصورهم باي ديكور. وقت عم تصور بالديكور بدك تنتبه على احساسك لما يطلع غلط، لانه ممكن بهيدا الديكور عامل شيء بهداك الديكور انه يطلع الاحساس هيك، بده يكون على فرد لايك. سو بدك تكون محضر قبل بوقت، قبل التصوير تو ليت. اكثر كلمه بتستفزك؟ ما بعرف. اخر مسلسل حضرتي؟ لبناني. لبناني او مصري؟ لا لبناني. ليه عم تعمل؟ انا على بالي عارف اي مسلسل لبناني تبعك. شو اخر مسلسل لبناني حضرته؟ معقول شيء هلا برمضان؟ نو ما لحقت هالسنه. يمكن تانجو بالكورونا. تانجو؟ يا اوف هالقد؟ ايه بتتابع اجنبي اكثر؟ يا يس. منتابع سوا ممثله ما عم تاخذ حقها كشهره واليوم بدي تذكري اسمها تيتضوى عليها اكثر. موا عم بمزح. ما بعرف. برايك بعد ما اخذت حقك؟ برايي ما كتير فرقاني معي اذا باخذ حقي او لا، لان انا ضميري مرتاح. بس انه ما بعرف عن جد عم تسالني اسئله ما بدري كيف كثير غريبين. ايه بس انه ما بينسالوا عاده. خلينا ننتقل سوا، اذا حدا حكيكي قبل اي مسلسل وعصبك بتتاثري كممثله ولا كيف بتسيطري على حالك بالموضوع؟ لا بطفي هيدا. انا وجايه انا ما بسوق على التصوير. عندي مشكله انه انا على التصوير ما بسوق. كان روحه ولا رجع. سو انا بالتاكسي بس انزل من البيت بطفي بدماغي كل شيء خاصه بالبيت وبدور كل شيء خاصه بالشغل. نايس حلو. سو مين ما حكاني هيدا بفوت على الفايل تبع بعدين بنرجع بنفتحه وبنجن. اذا ربحت اللوتو شو بتعملي بالمصاري؟ من بعد ما ادفع كل التاكس. اللي بيبقى يعني اللي بيبقى. شو عرفني؟ اول شغله في عندك شي مشروع مثلا براسك مش قدره تحققيه؟ لكن مدرسه تعلمي فيها. انا ديجا بعلم بمدرسه. ايه بس بركي بدك تفتحي بركي بحجز لهم لهالولاد لنروح هيك نعملنا شي سفره تور حلوه. واو اتس ا جود ايديا. وحلو انه دائما بتفكر باولادك. خلينا نتوقف مع بريك قصير اكيد بعد البريك. متابعين سوا مع امير نجرجات وانا صح. بس قبل بدي اقول اللوك تبعك كثير رائع. ثانك يو. بدي اقول لهم ميرسي كثير لوي ستايل سالون باي توني غنيمي وجيرار اوبرسي والاوتفيت لكلي دي فام. كمان انا بدوري بدي اتشكر ابوميتريكس على الملابس. تحيه لكلي دي فام ابوميتريكس على الملابس. وكمان بدنا نتشكر بشكل كثير كبير هير ستايل حداد باربر شوب. شكرا لك. وكمان انتوا عم تتشكروا انا كمان بدي اتشكر لانتوا مش احسن مني. انا بدي اتشكر الكوتوريه الي فارس مشان شعراتي مشان الميك اب وهو دائما بيلبسني وانا كمان عملته. اي طبعا بحق لك ميرنا. ميرنا اكيد بعد البريك رح نشوف لاي درجه رح تنفصم وكمان لاي درجه رح تنوهم. رح نشوفهم كلهم بعد البريك. رجعنا بعد الاعلان مشاهدينا بحلقه كثير مميزه ونحن تحت الكواليس كثير عم نتسلم على ميرنا لانه شخص كثير مهضوم وعفوي. وصلنا هلا لفقره تيك توك. تيك توك تايم. شكلنا حنرجع بعد شوي على تيك توك، رح نروح على واو ورح نشوف هالمره هيدي صوره نشرتيها من فتره على انستغرام. بدنا نشوف قديش هيدي الصوره بتشبهك ميرنا. يلا. او ما بتشبهك هيدي الافاتار. افاتار. بتحبي ان يكون شكلك هيك بالحياه برايك؟ بتعرف هيدي شو قصتها؟ اولادي بيحضروا كثير انمي. هونيك نهار بيحضروه بالياباني وحافظين الجينيريك بغنوه بالياباني. فبقعد هونيك نهار بقعد قلت انا بدي اشوف شو هالشيء. بتعرف از بيرنت بدك تعمل مثل فبدي اشوف شو هن. شفتهم هيك شكلهم والله حلوين شكلهم والله مقنعين على فمره بعتيت سناب شات عم بعمل هيدا شفت الافاتار قلت له والله ماني هينه كافاتار منيح. ايه والله عن جد لازم اعمل شيء. عرفت مسلسل انيميشن هيك. ايه لقيت انه بتشبهك. بتشبهك ولا اجمل منك؟ ولا اجمل؟ اكيد اجمل مني اكيد. اوف شيز بيرفكت. ليه
طيب شو رايك بظاهره الفلتر ميرنا؟ في كثير ناس عملوا فلتر باسم الممثلات وبلوجرز وببليك فيجرز. هلا نحن بالسيلفي انه كل العالم تقريبا بتستعمل فلتر، شو رايك بهالظاهره؟ هل في فلترز كثير حلوين؟ اوكي، اول شخص بيحكي انه في فلترز حلوين. نايس. في فلترز حلوين، مثلا اذا ما اجيك جديده تعملي ميك اب بتبيني شوي هون حاطه بلاش، بتبيني حاطه رموش. بلا ما تكون حاطه وبلا عذاب وبلا شيء. وفي فلترز انا ما فيني استعملهم لانه بخوفوا صراحه، يعني فجاه تمي بيصير عيوني بيصيروا بتحس بحس حالي ديفورمي فيهم، ببعد عنهم. بس الفلتر مثلا هاي الافاتار اتس فلتر بس انه بيسلي يعني مهضوم. طيب بنروح على فقره تيك توك تايم هلا تنعرف شو رح نطلب من ميرنا تيك توك. تيك توك تايم هالمرة رح نطلب منك تنفصمي، وخاصة انه حضرتك ممثل ومعروفة بقلب شخصيتك بثواني او يمكن بوقت كتير قصير. حيا الله موضوع ب 30 ثانية رح اطلب منك مع كاميرا المخرج طبعا ربيع الحلو، رح اطلب منك ب 30 ثانية تنفصمي بعد اول 15 ثانية. بس قلي امتى صاروا اول 15 ثانية. يا ديل يلا 5 4 3 2 1 لإلك. عن جد عن جد كتير انبسطت اليوم انه جاي اتعشى معكم سباجيتي. السباجيتي انا اطيب اكله عندي، يعني مش معقول هيك شكلها بشهي، اصلا بشهي شكلها السباجيتي. مش معقول، وين الملح؟ ما فيها ملح، ليه ما حطيت لها ملح؟ مش معقول سيرج، لا انا جاي اكل سباجيتي طعمينيها بلا ملح. الملح بينصح. ملح بينصح؟ لا حبيبي لا حبيبي، الملح انتم ملح الارض. واو واو واو، ثانك يو ثانك يو. بنروح سوا لفقرة وهم تنوهم بعد اكثر. ما كنت اعرف بتتخيلي اشياء اوقات مش موجوده، يعني بتعملي قصص براسك هيك كرييتيف شخصي. لانه انتم اصلا بدومين التمثيل وهيك بتقطعوا بتدرسوا حتى هو القصص بالجامعه، انه في قصص بتخيليها تتقدر تلعب الدور مزبوط؟ لا لا لا، لازم تكون واقعيه. كل انسان بيتخيل وبيتهيأ له اشياء وبيفكر باشياء مش موجوده، بس بالتمثيل المستحسن انك ما تتخيلي حالي لتعيشيها. كيف تقدر تلعب الدور إذا ما بيشبه شخصك؟ بتحسيها. بتحسيها، بتحطي حالك محلها. أوكي. ما بتتخيليها يعني، أو إذا إيموسيون كتير قوية دايما مثلا لنحسب بكي، بدي أبكي بشي مطرح، ما بتخيل شي محزن لحتى أبكي، بالعكس بصير أقول لحالي أنا ما رح أبكي انا، لانه نحن بالحياه الطبيعيه لنحسب انت عم تاذيني، انا جواتي بكون عم بقول ما رح خلي كلمه ما رح خلي كلمه تاذيني، وبكر دموعي لانه عن جد انا منأذيه. سو من يعني من المستحسن انه الواحد يكون اقرب شيء من الواقع لحتى يعطي الاحساس مزبوط مش يتخيله. طب هلا رح نروح على هيدي الفقره، فيها كثير خيال ووهم، في صور غير مترابطين، بدنا منك قصه وهميه فيك تكوني بقلبها للقصه فيك لا. في عندنا صوره مستشفى، حلق، مصاري، نجوى كرم، كريم رزق الله، فيليب اسمار، عندنا كرباج، قهوه، باراشوت، وقلم حمراء. بدنا اياك تخبرينا قصه وكلام كمان حطيت لك اياه هون قدامك. اوكي، بس عندي سؤال، هاي القصة فيني أنا أكون فيها ولا ممنوع في أنا أكون أكيد فيها؟ أكيد أكيد. أوكي أوكي. جمعة الماضية علي قلم الحمرة بدينتي. لأقول لك شو صار، كنت عم بحط حمرة بالسيارة واضطريت أضرب فرا، عملت هيك فاتت الحمرة بدينتي. ف ما عرفت كيف بدي أعمل، قاموا شافوني إني ممثلة دقوا لكارين تجي تشيلني. اجت كارين قالت لي شو بكي، وانا انجا سمعتها لانه بتعرف انا الحمرة بدايتي، قلت لها هوسبيتال. كمان رح صوتك؟ لا بس على الوجع عم موت يعني ايش. حطتني على الموتو وراها وكرينا على المستشفى. وصلنا على المستشفى واذ الحكيم الانترن يلي بالامرجنسي تفاجات، قلت له ايه انت بتشبه مخرج اسمه فيليب اسمر مش معقول. قال لي انا فيليب. قلت له كيف انت فيليب؟ قال لي ايه خلص فتحت مستشفى، شو بدي انا اخرج ما اخرج، هلا وقت الطبابه، هلا وقت نداوي العالم. قلت له والله برافو عليك يا فيليب، عن جد انا بهنيك يعني انه مخرج مبدع وصاحب مستشفى عم بتساعد العالم، انه هاي الطريقه كثير منيحه لهيدا. قال لي ايه وشوفي مين الاسيستنت تبعيتي.
قلت له مين؟ شال الكرباج وعمل تشو 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 ايه؟ وإز باراشوت نازلة. هلا أنا فكرتها باراباونت، قلت أنا عم بضحك عليك. باراشوت نازلة 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 وبتقعد هيك على الطاولة فيها فنجان قهوة. قلت له هذه الاسيستانت تبعيتك؟ قال لي لا، طلبت من الاسيستانت انا حسب ضربه الكرباج بتعرف شو نزلت لك قهوه. قلت له عن جد كلك ذوق وهيك، بس بليز يعني ما بقاش قادره هلا بتحلق. قال لي هيدا الموضوع حرج، يعني موضوع دينتك بدك حكيم مختص. رح دقنا نجوى هي بتجي بتزبط لك الموضوع كله. قلت له بس نجوى مش هي اللي بتغني؟ قال لي حرام، وين بعدك عم انت وين عايشه؟ ببارلل يونيفرس؟ لا حبيبتي، نجوى مع دكتوراه بكل شيء اسمه حنجره واذن وهالقصص كلها. قلت له عم تحكي جد؟ قال لي ايه. كيف مفكره انه هي اصلا صوتها مداوية حالة؟ بتشتغل على حالها بهالموضوع، بتشتغل كلينيكلي بهالموضوع. صوت قال لا ست نجوى، واجيت وفعلا ماشي طلعت بدينتي هيك عملت بيت عتيبه وفجاه دين الشمع ويلا نزلت لها. انزل ايه قلت لهم مرسي وهيك، وما قبلوا ياخذوا مني ولا دولار. واو. ولا دولار. واو واو بيرنا. واو واو والحلق شو صار؟ ما هو عم يزقف ما خلي. لا واو انصدمت قد ايه رائعه. ما قبلوا ياخذوا مني ولا دولار، وانا اكيد تشكرتهم كثير وكنت هيك مستحيه من حالي. سو انا وفيلي شلحت حلقاتي، اعطيت وحده لنجوى ووحده لكارين لانه ساعدوني. زعل كثير فيليب مني. قلت له اذا بدك بمضيلك على الكرباج. قال لي اوكي. شلت القلم الابيض تبع قلب العين للمسرح وحطيت له اسمي مع 3 هارتس وفليت على البيت. واو ثانك يو ثانك يو على القصه الحلوه كثير ميرنا. ما بعرف عم تحكي لي البرودوسر بعد معنا دقيقتين. لا للأسف للأسف كان بعد عندي فقرة 10 على 10، ولكن خلص وقتنا. ميرنا شو بتخبرينا الأيام اللي جاية منتفائل فيها بعالم التمثيل؟ أنا دايما بتفائل. أنا متفائلة لأنه عم بيصير في كتير تصويرات، عم بيصير في كتير فلومة سينما، كتير مسلسلات، وأنا بالنسبة لإلي كل إنسان بيشتغل يعني هيدي خطوة للأمام، ولأنه ما رح نتعلم إلا من أغلاطنا. سو لا خلينا نكتر الإنتاجات، خلينا نغلط وخلينا نصلح غلطنا ومنوصل لمطرح. بنهاية حلقتنا شو بتوجهك رسالة صغيرة؟ لمين؟ لا اللي عم يحضرونا أكيد. بدي أقول لهم نصحتيهم يهاجروا مثلا؟ لا أنا ما نصحت حدا. لا هي قالت كل واحد كل واحد يعمل مقتنع فيه، كل واحد يعمل مقتنع فيه. إيه بس إنه الفحوى بالآخر هاجروا كمان. في طيارة ناطرتني هلا. إذا بتحبوا بنروح سوا. اللي بحب أقوله للي عم يحضروني، أول شيء ميرسي إنكم عم تحضروني. ميرسي إنه ما عملتوا زابينج بأيام الزابينج. بدي لكم انتو شعب قبضاي وقوي وقفتوا بكتير مصاعب وما في شيء بيغلبكم. الله يخليكم بهالهمة. شكرا لك النجمة ميرنا مكرزل ودايما ضيفة عزيزة على برنامجنا، وشكرا لأنه ما بتعملوا زابينج وبتحضرونا. صح اكيد اكيد. عم وهذا الشيء على الفيديوز عم يكون في الف اللايكس والتفاعل والفيوز على الفيديوز. ما نتمنى لكم امسيه كثير حلوه، انتبهوا على حالكم ونشوفكم بكره بنفس الوقت. I love you all. مع تحيات البروديوسر شادية ظاهر.